بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون في أرض الله الطيبة، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فتحية المسلمين هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله. من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا وشيخنا فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم فعاليات الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي المبارك المقام بهذا المسجد المبارك برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حفظه الله. ننقل لحضراتكم فعاليات الليلة الثالثة، وهي بعنوان الدروس والعبر من قصة نبي من أنبياء الله تعالى، ألا وهو سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. باسمكم جميعا نرحب بسادتنا العلماء، نرحب بسعادة الأستاذ الدكتور أيمن علي أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بوزارة الأوقاف، كما نرحب وننتظر فضيلة الدكتور شعبان محمد عطية أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، خير ما نستهل به ليلتنا هذه بالقرآن الكريم وفضيلة الشيخ محمد عبد الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسأل القرية التي كنا فيها التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون. سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم.
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إن
وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يا بني اذهبوا فتقسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما العزيز مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة وتصدق علينا فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. إنه من يتق ويصبر فإن
ونحن على ذلك من الشاهدين. حقا إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة الشيخ محمد عبد الكريم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، من أجل ذلك قص الله عز وجل علينا القصص في القرآن. وإذا وقفنا عند قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نجد أن الله عز وجل قص علينا أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، من أجل العبرة، من أجل أن نعتبر
يتحدث في سورة الأعراف عن جزء منها، لماذا لا تأتي قصة كاملة؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقصة هذا النبي الكريم، ووصفها ربنا سبحانه وتعالى بقوله أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الحقيقة علشان تقف مع الدروس المستفادة من قصة سيدنا يوسف تحتاج لساعات، تحتاج لأزمنة طويلة. إن كان أنا قاعد بسمع فضيلة الشيخ محمد وبيقرأ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، عمال أدون في بعض الدروس المستفادة، لا مش عارف تقف، مش عارف تبدأ منين وتسيب إيه وتتكلم عن إيه. لكن خلينا نبدأ بقدرة الله عز وجل، وأنه سبحانه غالب على أمره، فقد غلب أمره كل أمر، وسبقت مشيئته كل مشيئة، وإذا أراد الله عز وجل شيئا كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لو أن العبد أيقن بذلك عاش في هذه الحياة بقوة إيمانية ونفسية لا يهتز أمام أحد ولا يهتز في موقف من المواقف. ليه؟ لأنه سيعلم يقينا أن أمره بيد الله عز وجل، وأن أمر الله فيه غالب. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم بعد الحديث عن قصة عزير: فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، وفي قراءة اعلم أن الله على كل شيء قدير. من أيقن بذلك لن يذل لغير الله، من أيقن بذلك لن يرجو إلا الله، لن يستعين إلا بالله، لن يتوكل إلا على الله، سيدرك يقينا حقيقة الإيمان ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعلم يقينا أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعت على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. تخيل واحد يعيش باليقين ده في هذه الحياة، ممكن يخضع لغير الله؟ أبدا. ممكن ينتظر حاجة من غير ربنا سبحانه وتعالى؟ أبدا. ممكن يذل لأحد في هذه الحياة؟ أبدا. والله غالب على أمره، جاءت في سورة يوسف، وربنا سبحانه وتعالى يقول: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما تشوف كده غالب على أمره، تشوف ازاي سيدنا يعقوب أخذ بالأسباب وأخذ بالحيطة والحذر، وقال لابن سيدنا يوسف هذا الصبي الصغير: لا تقصص رؤياك على إخوتك. بيقول له: أنا شفت 11 كوكب والشمس والقمر، شفتهم بيسجدوا لي في الرؤية. قال: يا بني إيه؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فغلب الله عز وجل على أمره فعلم إخوته بشأن هذه الرؤية. ده هو وصاه وقال له ما تقولش، علشان الحسد لا يدب بينك وبين إخوتك فيؤذوك أو يكيدوا لك بمكيدة. لكن شاء الله وغلب أمر الله عز وجل، وسيدنا يوسف تكلم. ربما أصر لأحد من إخوته فالموضوع اتعرف، فكان منهم ما كان. طيب، والله غالب على أمر في إيه كمان؟ إخوة يوسف
أجسادُ يوسف وألقوه في الجب، واحتالوا على أبيهم بهذه الحيلة المعروفة: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يعني الشوية اللي هيغيب عني مش هكون متحمل بعده، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. المهم أجمعوا أمرهم فيما بينهم أن يلقوه في غيابة الجب. ليه؟ عايزين يتخلصوا منه. ليه؟ علشان يخلو لهم وجه أبيهم. يوسف ليه حظوة وليه محبة وأبوه يقربه، احنا نتخلص من يوسف علشان أبونا يتفرغ لنا، تكون المحبة الكاملة لينا. لكن لما تخلصوا من يوسف ايه اللي حصل؟ غلب الله على أمره وزاد تعلق يعقوب بابنه يوسف على الرغم من غيابه. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. بكى عليه حتى بيضت عيناه من الحزن. فشوف مدى التعلق والمحبة التي زادت في قلب يعقوب لابنه يوسف. يبقى ربنا عملهم بنقيض قصدهم. والله غالب على أمره تشوفها فين كمان؟ تشوفها في سيدنا يوسف وهو في السجن، لما واحد من الاثنين اللي معاه خد براءة وطلع، وسيدنا يوسف قال له ايه؟ اذكرني عند ربك. ربك هنا بمعناها الملك. احنا بنقول ايه؟ ده فلان رب البيت وفلانة ربة البيت ورب الدابة، يعني ملك الدابة. اهلا يا استاذ دكتور شعبان، ازاي سعادتك؟ عامل ايه؟ فبيقول له لما تخرج من السجن ابقى احكي القصه بتاعتي للملك، اذكرني عند ربك. فغلب الله عز وجل على امره فانساه الشيطان ذكر ربه. في بعض التفاسير الضمير هنا يعود على مين؟ على صاحبه الذي خرج. نسى ان هو يتكلم عن سيدنا يوسف مع الملك، فلبس يوسف في السجن بضع سنين. هذه اول وقفة. والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. في ناس كده لما تتعامل معاها تحس انه مش مدرك لحقيقة قدرة الله سبحانه وتعالى. هو ماشي عايز يعمل فهلاوي على الناس، ماشي عايز يكيد لي فلان ويكيد لي فلان، متخيل انه لما يخدع فلان وياخد فلوسه او يخدع فلان وياخد حقه يبقى هو كده راجل بيفهم، يبقى هو كده راجل احسن من غيره، مع ان لو تذكر قدرة الله عز وجل عليه ما قام بهذا، ما فعل هذا. ربنا غالب وقادر، وربما يستر العبد مرة واثنين وثلاثة ويمهل، لكنه لا يهمل. كان ابن الجوزي يقول كلمة جميلة، احنا بنقول ايه؟ يهمل يمهل ولا يهمل. ابن الجوزي كان يقول لك ايه؟ يمهل وكأنه يهمل. الرجل اللي ما عندوش فطنة يقول لك هو فلان ده ازاي بيحصل معاه كده؟ ازاي ربنا مديله وموسع له وهو مقيم على الذنوب والمعاصي، وما يعرفش ان ربنا سبحانه وتعالى يمد له ليزداد في الاثم، ليزداد في الذنب، حتى اذا اخذه اخذ عزيز مقتدر. اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب، بيديله اللي هو عاوزه وهو مقيم على معصية الله، فاعلم ان ذلك استدراج من الله لهذا العبد، حتى اذا اخذه لم يفلت. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. وفي آية ربنا يقول لك ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. لما يبقى في ضلال
وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يديله، لان الدنيا دي عند ربنا لا تساوي شيء. يديله زي ما هو عايز، يديله مال، يديله اولاد، يديله فلوس، مش انت عايز ده خد. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. ثم قال ربنا بعدها: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، وحمد نفسه بنفسه على ذلك، فقال: والحمد لله رب العالمين. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اوعى تنسى ربنا، اوعى تنسى ان ربنا مطلع على كل شيء، قادر على كل شيء، يرى كل شيء. اوعى تغفل عن هذه ابدا. وهذا هو الاحسان، ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. الوقفة الثانية، وانا يعني مش هطول علشان خاطر عايزين نستمتع ونشرف باستاذنا الدكتور شعبان. وقفات كثيرة لكن انا هاخد واحدة كمان بس. ختام القصة، ختام القصة تعرفك ان نهاية الصبر جبر من الله سبحانه وتعالى. اوعى مهما تضيق بك الدنيا، او يكون عندك مشكلة، او عندك هم، او شايف الدنيا مقفلة في وشك دلوقتي، او كل ما تروح تدور على شغل الشغل مقفول قدامك، او انت شايف اولادك احوالهم ملخبط، او الدنيا ضيقة عليك شوية في المصاريف وفي المعيشة، اوعى تفقد الامل في الله سبحانه وتعالى. اعرف ان ربنا بيربينا وبيربي كل واحد فينا بالاسلوب اللي يخليه لو التزم امر الله وصبر على قضاء الله عز وجل ورضي به يخليه من صفوة الخلق. هكذا يربي ربنا احبابه واصفياءه. بص يا سيدي، انا لما بدأت قلت لك سيدنا يوسف ده ايه؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. هو سيدنا يوسف ده كان هاين على ربنا كده ولا ليه قدر ومكانه؟ ليه قدر ومكانه؟ سمعت ربنا وهو بيقول: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الكام كلمة دي تعرفك الدنيا دي ايه؟ الدنيا دي ولا حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده ما كانش فيها مكافأة. يعني مهما تجتهد وتتعب في الدنيا مش هتاخد في الدنيا المكافأة الحقيقية بتاعتك. مكافأتك الحقيقية فين؟ في الآخرة. وشوف سيدنا النبي هو بيقول لك: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ليه سجن المؤمن؟ لأنك مقيد فيه، في أوامر لازم تلتزمها، ونواهي لازم تجتنبها، وحدود تقف عندها. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، والجزاء فين؟ في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. لما تصبر على قضاء الله عز وجل ربنا يجبرك في الدنيا قبل الآخرة. سيدنا يوسف صبر، ألقوه في الجب وصبر، عرض لفتنة امرأة العزيز وصبر، دخل السجن وصبر، طال به المقام في السجن وصبر. لكن شوف ربنا بيقول ايه: انه من يتقي ويصبر. من جمع بين التقوى مراقبة الله عز وجل والوقوف عند حدوده مع الصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. لما وقفوا قدامه في ختام القصة ورفع ابويه على العرش قال له ايه؟ قال: يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل. تقريبا 40 سنة على ما تحققت الرؤية. انت مستعجل ليه؟ ربنا هيديك اللي انت عايزه لكن في الوقت الانسب ليك. ولو حجبوا عنك اعرف ان بيحجبوا عنك عشان مصلحتك، عشان منفعتك، لان ربنا مش بخيل. ربنا يدي لكن بيمنع لحكمة. لما يمنعك حاجة بتحبها اعرف انه منعك لحكمة،
ولم يمنعك بخل. قال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. بيتذكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه، ونعمة خروجه من السجن كانت أكبر من نعمة إنقاذه من الجب. ليه بقى؟ طلع من الجب، راح فين؟ باعوه، فبقى مملوك، عبد. لكن لما طلع من السجن راح فين؟ بقى عزيز مصر. فالنعمة في الثانية كانت أكبر من الأولى. فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. مؤدب، ما قالش من بعد إخوات ما عملوا فيا كذا وكذا وكادوا ليا، نسبها للشيطان. قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وسيدنا يوسف كان مهذب جدا، تدافع عن نفسه لما اتهموه في شرفه بأربع كلمات. قال: هي راودتني عن نفسي، ما زودش على كده. قال: هي راودتني عن نفسي، وهي قالت اللي قالته، ويتهم ويدخل السجن، ما زودش على كده. لا لا لا، والله انت اللي عملت كذا، ولا انت اللي جريتي ورايا، ولا انت اللي غلقت الابواب، ولا انت اللي فعلت كذا ولا كذا. بأدب قال: هي راودتني عن نفسي. لما جم يطلعوه من السجن بأدب قال له ايه؟ قال: ارجع الى ربك. بيقول له ارجع للملك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. شوف الادب، حتى وهو مظلوم، حتى وهو بيدافع عن نفسه، دي الاخلاق. من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء. لما تشوف القصة كلها ترى فيها لطف الله عز وجل، يعني الامور بتحصل من الله عز وجل لسيدنا يوسف بلطف خفي لا يدركه احد ولا يعلمه احد. زي ما قلت لحضراتكم القصة فيها كثير من العبر والعظات والايات، لكن انا اكتفي بما سمعتم، وقليل يعني يقف الانسان معه بتدبر، خير من كثير يلهي ويشغل. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. جزا الله خيرا صاحب الفضيلة، فضيلة الدكتور أيمن علي أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بوزارة الأوقاف. أيها السادة، بالفعل نحن نقص عليك أحسن القصص، فقصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هي قصة مليئة بالدروس والعبر، تكفي طاقتها الإيجابية التي تذكر المسلم دائما بأن الصغير سيكبر وأن الغائب سيعود. هذه القصة تذكرنا أن المريض سيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن الصغير حتما في يوم من الأيام سيكون له مقام عظيم. أيها السادة، ننتقل إلى بستان آخر من بساتين العلم مع سعادة الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، أستاذ ورئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد: إذا كان لنا من حديث عن سيدنا يوسف عليه السلام وآله في هذه العجالة، فإنا نقول إن هذه القصة قد احتوت على الجمال والحسن والصبر الجميل. وإذا كان حديثنا عن نبي الله يوسف عليه السلام
وقصته في مسجد مولانا الشيخ الحصري رحمه الله. وإذا جاز لنا أن نقول إن الحصري من الحصر، فإن هذه القصة قد حصرت الجمال والحسن والصبر الجميل في يوسف وآله. وإذا كنا نقول إن ذلك من قبيل الحصر، فذلك حصر ادعائي إضافي لا حقيقيا. ذلك لأن نبي الله يوسف وإن كان قد أوتي شطر الحسن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي الحسن كله. وإذا كان نبي الله يوسف عليه السلام قد أحسن التدبير فيما يتعلق بمعضلة المجاعة التي أوشكت أن تتعرض لها مصر في ذلك الوقت، إذا كان قد نجح في حل هذه المعضلة بحسن تدبيره وجمال سياسته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحسن سياسة تدبير الأمة، لا أقول في عصره صلى الله عليه وسلم، وإنما استفادت الأمة من تخطيطه في حياته في حال السلم وفي حال الحرب إلى يومنا هذا. وإذا كان يوسف عليه السلام قد صبر على بلاء امرأة العزيز، وصبر على محنة السجن، وصبر على فراق الوالد الكريم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي من الصبر ما جعله سيد أولي العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولا ينبغي أن نتحدث عن قصة نبي الله يوسف أو غيره من الأنبياء على أنها قصة تحكى، وإنما تساق القصص القرآني كما حدد ربنا لنا الهدف من ذلك في ختام قصة سيدنا يوسف. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه. هكذا تكون القصص، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وأرى أن الوقت يداهمنا والعشاء تزاحمنا والصلاة تستعجلنا، فلا أملك إلا أن أوجز في عبارات موجزة. أولى هذه العبارات أن الحسد حقيقة مؤكدة واقعة، وأن الحسد لا تمنع منه الأخوة، ولا تمنع منه الزمالة، ولا تمنع منه القرابة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أدرك يعقوب عليه السلام سر هذا الحسد عندما حكى له يوسف عليه السلام رؤياه.
يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وإذا كانوا قد حسدوا نبي الله يوسف وآل به الأمر إلى أن يلقى في الجب ثم يلقى في سجن مصر، سجن عزيز أهل مصر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم من الحسد كذلك. جاءوا له برجل ليحسده بعد أن عرضوا عليه المال والنساء والجاه فجاء ونظر إلى سيدنا رسول الله وقال: يا محمد، قد كان قومك يحسبونك سيدا وأخال أنك سيد معيون. كان عندهم اللي بيحسد ده حاجة تانية، قبيلة يقال لها قبيلة أسد، إذا أرادوا أن يحسدوا أحدا جوع الرجل نفسه يومين أو ثلاثة ثم ضرب خيمة في طريق الذي يريد أن يحسده ماشية أو رجالا، فإذا اقتربوا منه رفع الخيمة ونظر لهم هكذا ثم عاد إلى البيت ويقول: يا جارية، خذ الدراهم والمعطف وأتنا بلحم من شياه أو من إبل فلان. تروح تلاقي بيدبح فيها، تخصص بقى. فجابوا واحد منهم للنبي عليه السلام، قال: يا محمد، قد كان قومك يحسبونك سيدا وأخال أنك سيد معيون. أراد أن يحسد رسول الله، لكن من الذي يعصم؟ عينه تحسد، من الذي يحكمها ويمنعها؟ الإنسان يمكن أن يحسد، من الذي يمنع هذا الحسد؟ غير الله. وأنزل الله قوله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يعني كادوا من شدة حسدهم لك أن تنزلق قدمك حتى تقع أرضا لولا أن الله حماك. فالحسد موجود في الأنبياء، الحسد موجود في الأمم، ينبغي أن نكون منه ومن أهله على حذر. ولذلك علمنا أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم أننا إذا أصبحنا لنا أذكار، وإذا أمسينا لنا أذكار، من هذه الأذكار قراءة المعوذتين: وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء فإنها عاصمة من ذلك. يبقى أول درس من قصة سيدنا يوسف: الحسد ذاك الشر الخطير والبلاء الكبير، لدرجة أنهم قالوا: الحسد يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القبر. هذا، والحاسد شر الناس لأنه عدو لنعمة الله. ولا نريد أن نطيل في هذا. إبليس حسد آدم فكان من أمره ما كان، وابن آدم حسد أخاه فقتله. إذن الحسد شر ينبغي أن نكون منه على حذر. تعال معي إلى سيدنا يوسف. إحنا قلنا الجمال والحسن، أي حسن كان في سيدنا يوسف؟ شوف حسن التصرف، امرأة ذات منصب وجمال وبتقول له هيت لك. لو واحد من الايام دي كان قال ايه، ماذا لو ما استجبت لهاش؟ هتقول للباشا يقطع رقبتي ويعمل فيا كذا وكذا وكذا، انا مجبور. لكن ده لولا ان رأى برهان ايه، اوه اعبد الله كأنك، شوف الاحسان اهو، انه كان من المحسنين كذلك نجزي المحسنين. شوف الاحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكان يوسف عليه السلام يشعر بأن الله حقا وحقيقة أقرب إليه من حبل الوريد. ليست كلمة يقرأها الإنسان كما أقرأها أنا،
أو يسمعها الناس كما تسمعونها أنتم، بل كانت حقيقة استقرت في قلبه وسكنت فؤاده وتغلغلت في أعضائه وأحشائه. فكأن يوسف في هذه اللحظات لا يرى إلا الله، وإن لم يكن فهو على يقين من أن الله يراه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ طاش في عقله وفي وجدانه كل شهوة، كل لذة، كل مخاطرة على الرف، كل ذلك طاش. بحسن الإخلاص وبحسن التوكل وبحسن اليقين على الله. هل تعلمون أن أعظم ما يحل مشكلاتنا أن تكون على ثقة من أن الله يرى، أن تكون على ثقة من أنه أقرب إليك من حبل الوريد؟ لكنها كلمات يتحرك بها اللسان والقلب غافل، لكنها كلمات تسمعها الأذن والعقل واعٍ. لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صمم. فالإنسان عندما يسمع وتعيها أذن واعية، فإذا أدرك العبد أن الله يراه من ذا الذي يستطيع أن يمسه بسوء؟ وإذا أدرك أن الحي القيوم معه من ذا الذي يستطيع أن يعتدي عليه أو أن يغير مما قضى الله وقدر؟ حسن اليقين وحسن الإيمان وحسن التوكل على الله هو الذي عصم يوسف من الوقوع في براثن هذه المرأة آنئذ. ثم يضاف إلى ذلك حسن آخر، تأويل الرؤية لهؤلاء الذين كانوا معه في السجن. ثم مع حسن الرؤية استغل يوسف الفرصة، حسن استغلال الفرصة في الدعوة إلى الله. يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء. حسن استغلال الفرص، هكذا كان نبي الله يوسف عليه السلام. المهم ختاما أن نقرأ القرآن بقلوبنا وعقولنا وأرواحنا على أنه كلمة الله إلينا، على أنه سر الأسرار وكمال الجمال وأحسن القصص. لو قرأناه بهدف أخذ العظة والعبرة لتغيرت أحوالنا، لكن للأسف الشديد قراءة بالألسنة والعقل في واد آخر. العشاء الأذان. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. جزا الله خيرا فضيلة الدكتور شعبان محمد عطية على هذه الكلمات. خيرا من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مولانا الحصري، يرفع أذان الحق، يرفع الأذان فضيلة الشيخ محمد عبد الله. مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أيها الإخوة المؤمنون، ها قد رفع أذان الحق من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الحصري حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الليلة الطيبة المباركة، في هذا التوقيت الطيب المبارك ما بين الأذان والإقامة، يستحب لنا أن نستكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن كثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا لنرفع كف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، ومع هذه الابتهالات والمدايح النبوية وفضيلة الشيخ محمود صوفي. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها
عليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدم، محمد باسط المعروف محمد صاحب الأخلاق والشيم المسلم.
المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء أشكي لمين وأجدي وحالي وأقول لمين النبي أشكي لمين وأجدي وحالي وأقول لمين النبي غالي إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله المسك لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء طول عمري بتمنى أشوفه وانظر جماله وأبوسه طول عمري بتمنى أشوفه وانظر جماله وأبوسه صبرت نفسي بأحاديثه وأقول لابد في ليلي أرى المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات والتي قدمها فضيلة الشيخ محمود صوفي نصل إلى ختام ليلتنا هذه من فعاليات الأسبوع الثقافي المقام بهذا المسجد الطيب المبارك. وغدا نلتقي بإذن الله تعالى حول موضوع آخر ومع كوكبة أخرى في مسك الختام، فغدا هو ختام ليالي الأسبوع الثقافي من هذا المسجد الطيب المبارك. باسمكم جميعا نتقدم إلى أصحاب الفضيلة إلى علمائنا الأجلاء بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أيمن علي أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بوزارة الأوقاف، وإلى سعادة الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر الشريف. وإلى أن نلتقي نستودع الله دينكم وأماناتكم وصالح أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.